أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من عيلة. تحية للسادة المشاهدين اللي اختاروا كارتاج بلس. نذكر بطريقة المشاركة أعزائي المشاهدين، لو كنت تحبوا تشاركوا معنا في عيلة كلاس تبعثوا سي على 85 88 5، تكتبوا سي كيما كلاس. بيان، تبدأ الحلقة متاع اليوم. زوز عائلات جاوا بحذانا، عائلة سي بلقاسم وعائلة سي الجيزاني. نستقبلوا العائلة الأولانية. مع الجماهير الغفيرة اللي حاضرة، تشجع في عائلة سي بلقاسم، أيضاً عائلة سي الجيزاني. مشجعة سيدتي سادتي، نستقبل عائلة سي بلقاسم. مرحبا بك. وبيك عشك سي. منين سي بلقاسم؟ حي الزهور. من حي الزهور. yeah. اوكي، من حي الزهور سي بلقاسم. سي الجيزاني انتم منين؟ خزنة دار. من خزنة دار. اخترنا لكم اغنية معروفة على الاخر على الاخر على الاخر، اللي هي اغنية حماني. نحينا الكلمات وباش نعطيكم التبي نتاع الموسيقى وباش تقدموا العائلة نتاعكم على الانغام هذه. سي بلقاسم، شكون باش يقدم العائله؟ فرح. فرح، اوكي، اجا بحذايا فرح، تحيه كبيره برشا. فرح. اجا بحذايا لهنا فرح التالي. دونك باش نعطيك التابي بتاع الموسيقى بتاع حماني، وانت باش تغني عليها وتقدم العائله نتاعك. الليله في عيله كلاس، فامي بلقاسم باش تهز الكاس. معانا معز محفلها، معانا فردوس ياسر سامبا. أمانة يو أمانة يه، عنا حمودة كل يوم مبوكة. وانا فرح دلولة العيلة، ونصلي ديما زينة زينة زينة. سيدتي سادتي أعزائي المشاهدين، تويكا من عائلة الجيزاني شكون؟ إن شاء الله ربي يقدر الخير. طلال. طلال أهلا وسهلا. الكلمات شكون يكتبهم الكلمات؟ العائلة الكل. العيلة صنعك يا ربي، والمحبة زمان ربي يدومها النعمة. أنا طلال، بابا طاهر، أمي سيوات، أختي ياسمين. جيزاني جيزاني جيزاني. باش نقول لكم جست ملاحظة أعزائي المشاهدين، هو يغني في جيزاني، والله العظيم يعمل لي كبد جيزاني. صفق عليه تصفيق قوية برشا، ميرسي بوكو. تويكا باش نمشيو للصحيح وللصندي باش تعرفوا على العائلات. كما قلت زوز عائلات. باش نبدا بسي معز. الشخصية هذه اللي هي قريبة ياسر لقلبي، قريبة حتى الراسي مش حتى القلبي، فهمني ولا فرد معطيات انا وياك. سي معز، قالوا لي زاد مرة حبيت تعمل فازة في البيسين، ثم كان اللوحة اللي نقزوا عليها، قال لك صاحبه يوزن 30 كيلو، جاء على اللوحة عمل تنقيسة اثنين وهبط. السيد السيد هذا قال لك عمل تنقيسة كهو، الدقت قلت الواحدة الساعة صحيحة؟ عندي صاحبي لانتيم يعيطونا بوتي وضعيف، احنا هو ضعيف ويعيش برا. اوكي، بوتي وضعيف لوتي لكي معبي العشويه، كنا قلت برا معزه نعملوا بلونجونيت كالعاده. طلع رياض صاحبي ضعيف طبيعته، بامبا نقز جاي في البيسين. مشيت انا خويا طلعت
بنبيت برك أبطس الماء كبلانش وراي على راسي والعسيس يجي بجنب جو عني نهار ممتاز ممتاز. سيدي زيني توما زاد عندكم تاريخ مع الطيوح. أنت أول مرة تخرج أنت ومرتك العرس حبيت تعمل فازة هزيت مرتك على كتفك في عرس زعما تشطح بها طحنا زوز طحنا زوز وين طحتوا؟ في وسط بيست قال لك يشطح معاه قال لك جاي قدام المنصة طحنا زوز جاو زوز باسبورين في وسط الصالة صحيح مدام؟ صحيح أوكي دونك العائلة هذه تطيح والعائلة هذه تطيح إن شاء الله ربي يطيح بينا من خير منهم البوكي نوار هذا الشيء يعمل هنا عندك كان لوكازيون تاع لانيفيرسير نتاعي ان شاء الله اليوم عيد ميلادك ايه ان شاء الله كل عام وانت عايش خير جبتكم انتم ان شاء الله كل عام وانت عايش خير ان شاء الله ربي يعطيك ما تمنى مدى عايش سي معز قالوا لي مره انت تسوق في الكهرباء وتسلفت ليونات نتاع سولي من عند صاحبك فهمتني و... 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 ولعبتها أعمى بحكم الخدمة ديما كم مرة في بلاصة ونخرجوا ديما نحن لازم نعمل ديفورمون باش نقصروا ثنية عدت العين للسود وصاحبي بجنبي لابس الشاشة نتاع خذيت لينات نتاعي وهبطت الشاشة كامل نشوف أنا في الكيس قلت وحسبني أعمى ووريني ثنية قولي زيد اكسليري نقص دوبل قعدنا كيك نفدلكوا ثنية كاملة هبطنا في دشرة كامل باش ياخذ شوية غلة هبطت من الكهرباء حسبت روحي هكا ذرير نمشي قدام الكهرباء وقفت بحد الغلال قلت له فاش تاخذ لنا قلنا شويه طمسون قلت له ترى نشوف مد لي الكعبه مد لها كي قلت له نغزر له قلت له هاو كان منقوب هكا كله كيفاش الخضار عمل لك قال يسوق بكم الذرير هذا زر له لمجه صاحبي ربي ايش فيه قال له والله مسيك راه عمل بين اكسيدون وتعمام هاكا نسوقوا كان معه نخرجوا كان معه سبع سنين ثنيه كل قاتلها الراجل خلى الناس نتاع الغله مشى الحانوت تلعب في الشكبه الناس ايش يسوق في كربة ستيك قال وعمى والله شيء غريب تعرف في كربة تعرف في كربة حسبت روحي في الكربة بديت نعمل في الفلسة كي عاد بريمير انا شدت مسكو الله اكبر سبحان الله دريم يسوق سبحان الله دريم يسوق سيدتي سادتي هذا سي معز باش تفهموا العائلة مدام قالوا لي اللي انت امرأة مغرومة بالفن ولكن مش أي فن اش تغني مدام انت مغرومة بالراب شو بالراب مغرومة بالراب اوكي يجي بحدايا مدام يجي بحدايا ولادها الزوز انت تعس عليا متاع عشنية الاخر يحكي عليا متاع عشنية تتشوحر عليا متاع عشنية نعطي قسمي هدية متاع عشنية المدام بتغني الراب البنية الصغيرة هذه مش يجيب حذاء يجيب حذاء شدك شو اسمك ياسمين ما عادش تقول ياسمين قلت ما عادش تقول ياسمين شو اسمك يا ضعيف ياسمين بيه شنو هي الاغنيه اللي باش تغنيها لنا القاني بعد يومين القاني بعد يومين قديش عمرك 8 سنين القاها بعد يومين وعمرها 8 سنين تعرف الكلمات شو قلت ترى قول لي الكلمات القاني بعد يومين القاني بعد يومين ايه يبكي لها بدمع العين يشكي من حب جديد يشكي من حب جديد في الروضة الحب القديم كان في الروضة والحب الجديد في المكتب ايه يحكي وانا نار تقيد نارك تقيد انت يحكي لها ولا نار تقيد ايه وسمعت وفكري شريد فكرك شريد فكرها شريد قدش عمرك 8 سنين 8 سنين فكرها شريد شو قولوا نحن دخلنا في المكهبين على 50 قوة القويزين ديزاين يعني اش معناتها فكري شريد معناتها مانيس في مخ اي باش تقولوا لي اللي كونوا الصغار ما يفهموش قالت لك معناتها مانيش في مخي اي غنينا منا مقطع صغير 3 2 1 توب القاني بعد يومين يشكي لي بدمع العين
يبكي من حب جديد يحكي وانا نعرض ايد وسمعت فكري شريد وسكت وقلبي شهيد وانا اللي كنت فاكرة انه حيشتك من بعضي فاجئني بقصة تانية ضيعت الحلم الوردي وانا اللي كنت فاكرة اني الوحد اللي في قلبه اتاري واحدة تانية جات في ثانية شغلت قلبه المسألة خطيرة ودقيقة. أتاري واحدة تانية. ثم واحدة تانية. شو تقول كلمات؟ أتاري واحدة تانية. جات في ثانية شغلت قلبه أواب. شغلت قلبه أواب. جات في ثانية وخيتي شغلت قلبه أواب. نحبكم تصفقوا عليها تصفيقة قوية برشا. محلاكم عائلة الجيزاني لأنه أنا نتمس وقت اللي نشوف بنيه عمرها 8 سنوات تغني في اغنيه يعني بالضخامه هذه بالرومانسيه هذه صحيت تصفق عليها تصفيقه قويه برشا تفضل به سي محمد الجيزاني باش تحكي لنا تويكا شنو هي حكايه الصبيغه الصبيغه دخلت النار باش قمت من النوم باش نخرج وهي قامت قبلي قاعده تسبق في شعرها في السادو بان وتريقل وكل شيء خليت البروس بالصبيغه عملت بها وخليتها بالصبيغه انا قمت غسلت حالتي وقعد مشط شعري بالبروس طلعت في الكهرباء خرجت مشيت انا نمشي وعملت شعري صفار وصلت شعري اصفر خلطت قال لك بالكواليس قال لي خلط لي الخدمة خويا شعري اصفر على الاخر عامل لي مش شكون قعدوا لنا؟ قعد لنا الشاب هذايا اللي اسمه طلال هكا طلال وقعد وقعدت البنوته هذه اجى بحذايا لانه العائلات نتاع اليوم عائلات فنيه هذه تغني باش نسمعوا صوتها تفضل مظلومة دنيا واحنا اللي تغيرنا واحنا اللي تغيرنا لساتنا ليا علينا وتكبرنا علينا وتكبرنا عشقنا الذهب والمال في العشرة ما فكرنا مظلومة يا الدنيا واحنا اللي كسرنا أفعالي مرة منها الصغار تشيب قداش سالت فوق الخدود دموع وقداش فيها من بشر موجوع يا وقداش سالت فوق الخدود دموع قداش فيها من بشر موجوع وبالمال صرنا راكعين الركوع وسيد خادم في سرايا الدين مظلومة مظلومة تحية كبيرة برشا للبنوتة هذه تصفيق أقوى برشا هذا تو كي تشوفوه شنو هي الموهبة اللي عنده؟ اوكي مرحبا بيك شنو الاسم؟ طلال طلال فين جمعية كور؟ في الترجي في الترجي اوكي شنو هي البوست اللي تلعب في الترجي؟ بيفو بيفو باهي احسن جوار بالنسبة لك انت مثال شكونه؟ غيلان شعلاني غيلان شعلاني اوكي باهي قالوا لي اللي انت اختاروك احسن جوار في الاسبيرونس تو انت شنو تلعب مينيم؟ تو ميني تو ميني خذيت الشهادة في ايكول ا ايكول ا باش نعمل انا وياك تحدي قالوا لي زاد تجنقل بالكورة مش نورمال لو كان هات الشهاده خلينا نشوفوا الشهاده هذه هي الشهاده نتاعو اللي خذاها من الترجي الرياضي التونسي تصفقوا عليه تصفيق قويه برشا باش نعملوا تحدي انا وياك لو كان تفوت ل 100 جنقيله انا نعطي للجمهور هذا الكل واحد واحد كل واحد 50 دينار لا اوكي نبداو 3 2 1
توب 1 2 3 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لولاد لولاد خلنا طب لولاد لولاد يا عايش لولاد يا عايش سيلانس لولاد شو وخي لا ايه 50 دينار اوكي لولاد مانيش قلاب يا عايش مانيش قلاب لولاد الرايو لحظه شد شد جعفر هرب شو لولاد الرايو بعضنا لولاد اسم طلع لكم كم بيالات بعد البرنامج بعد البرنامج مش تجيوني بعد البرنامج مش تجيوني كل واحد لا ما نجمش مش توا قدام مشاهدين ثم ناس ما عندهاش فلوس زاد ثم ناس تتفرج ما عندهاش فلوس بعد البرنامج تلقوني بعد البرنامج تلقوني الناس كل تجي وتتعدي وتاخذوا 50 50 وانت ما عادش تجي جمله الساعه اوكي بابا ترى بالله خلينا نجرب 100 تحب 100 شنو هي؟ 30 شبيه شقال شقال 30 برك 30 قداش تحبوا الاولاد؟ 50 اوكي بابا اوكي بابا وخر غادي شوي امشي برا امشي 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 ما تطيحش ما تطيحش ما تطيحش امشي ما تطيحش كنت سيزو هز ولا نز تحية تمام يستحق تصفيق اقوى برشا تمام شامبيون مدام ختامها مسك الناس يتفرجوا فينا راهم يتعشاو ولا حاجه باش نحكيو على الساج خاص الساج كيفاش؟ فاست ساج خذينا تران في من روما تيرمينال ماشين سانتا ماريا فيرنسا اوكي معايا طلال وبوهم وكل حاسين قال لي ماما نحب نمشي للتواليت قلت له اوكي في التواليت انا حق اول مره نركب هذيك في التران هكاك وما نعرفش اللي فريمون ساج نتاع ترانات حتى الطيارة مش كيفه معناتها معناتها تقول كي تنزل تقول مش يبلع سايم ريح ولا شنو حكايته هما سبيسيال عاملين هو قعد ولدي هكا وبدا عملت هكا مشيت نزلت على الساج انا نزلت على الساج ونسمع في شيء معناتها مش يبلع هكا ما لقيت ما نعمل من الخوف ما جري قلت مشيت تبلع نشده من شعره في بالك اللي الساج مش يبلع لك ولدك اي نشده من نشدوا من شعره فما بوليسيه هما في شدوا من شعره هكا ونشدوا نكركروا انا وياه ونتيحوا بحذا الباب نتاع البوليسيه في بالهم درا شنو معناتها والعباد وانت خفتي على ولدك بالساج بس خمسة تبلع شوف معناتها الامهات التوانسه قديش وخرجت وكيكه ك ولدك خرج وكيكه دونك مدام مسيو تعرفوا البرنسيب نتاع البرنامج ثلاثة مراحل انتم مازال تعرفوا البرنسيب تاع البرنامج المرحلة الأولانية على 20 نقطة الثانية على 20 نقطة الثانية على 20 نقطة والمرحلة الثالثة والأخيرة بتاع التزحليق والجو هذاك الكل على 20 نقطة حظ سعيد لزوز عائلات أعزائي المشاهدين نذكركم أنكم تحبوا تشاركوا معنا تبعتوا اس ام اس على 85885 تكتبوا سي كيما كلاس فوالا أما تويكا نمشيو للزابينغ طبيبه جراحه اختصاص توليد النساء اوه يا بابا يدير اللقاء الحكم الحيال الحمد لله بدل السروال
والجمهور كبير يشجع بالطبلة والبندير. ناي 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 بيتا فيك تفيق بجري والدنيا برد عليك تخلي مصروف للأمي ما وعلى وليدي ما نوصيك انت تقري وانت توري وانت اللي في العيد يكسب انت الجري تقطع علينا عمرك ما تقول عيد. أعزائي المشاهدين باش نمشيو للمرحلة الأولانية. المرحلة هذه قيمتها 20 نقطة. المرحلة الأولانية باش نبداو كيما جرات العادة بالترجمة. الفقرة هذه أعزائي المشاهدين لقات استحسان السادة المشاهدين. اليوم زادة باش نمشيو لبلاد أخرى. اليوم باش نمشيو لفنلندا وباش تجيب حدانا ضيفة اسمها أمينة. عسلامة عسلامة عسلامة. مرحبا بك أمينة. عايشك أمينة. أنت من فنلندا؟ أنا من فنلندا. أنت من فنلندا ومن فنلندا وتعيش في تونس؟ نعيش في تونس. قديش عندك تعيش في تونس؟ عندي 3 سنين ونص. 3 سنين ونص عندك؟ 3 سنين ونص. توا قبل ما نبداو في النص نتاع الترجمة باش نعملوا مقارنة بين العرس في فنلندا والعرس في تونس. أعزائي المشاهدين باش نسألك بعض الأسئلة وانت قل لي عندكم في فنلندا ولا ما عندكمش؟ باهي. أوكي. أنتم في فنلندا عندكم الموسم؟ جست في نهار العرس أكهوا. كان في نهار العرس تجيب كادو؟ كان في نهار العرس. كان في نهار العرس تجيب كادو. البنات بداوا وجوههم يصفروا شوية كالعادة. أنتم الوالدة بتاعك شو اسمها أمك؟ علينا. ألينا خالتي ألينا خالتي لينا خالتي لينا خالتي لينا تطلب على راجلك ما ذهب أصفر ذهب أبيض ديامونت حاجة؟ لا مش حكيكة. في فنلندا احنا حتى العروسة سامبل مش حكيكة برش مكياج برش الشعار حكا مش حكيكة مش حكيكة حكيكة مش حكيكة. أوكي أنتم في فنلندا العرس قديش يدوم السهرية؟ نهار واحد. نهار واحد نص نهار فات. ما ثماش وطية والحجامة والحمام؟ حمام شنو في فنلندا حمام؟ لا 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 ثماش. في العرس ما عندكمش القرضة؟ القرضة؟ القرضة معناتها التقطيع والتريش مثلا تغزل العروسة تتبسم تقول يا راسك يدربوك وانت تتبسم ما تعملوهاش هذيك؟ هذا لا هذا لا بالكل لا. دوك انت من فنلندا عندك 3 سنين تعيش هنا باش تحكي لنا قصه بالفنلندي. باه انتم تركزوا وانت باش تقول لنا انا هو اقرب واحد ترجم القصه هذه. اوكي اتونسيون 3 تركزوا مليح 2 1 تفضل. دوك تسموت ما بايفا كافي سمونن سمونن يوت تموتي مترون اريانا ست محمد خامس الاستي ja sitten metro oli täynnä, mutta mä istuin, mä sain paikan, mutta sitten tuli vähän vanhempi rouva, niin mä sitten luovutin oman paikkani hänelle, eli nousin siitä. Mutta sitten kun mä oon näin lyhyt, niin mä olin keskellä metroa, niin eihän mä yllä niihin tankoihin. Mutta sitten tämä vanhempi rouva päätti auttaa mua. Sitten se tekee kunnon otteen mun kädestä ja sanoi, että nyt tytär tuu lähemmäs sieltä. Ja tällä tavalla sitten mä sain otteen siitä tangosta, enkä kaatunut sitten metrossa. سهلة. بس أعطيكم 20 ثانية للتشاور والتفكير. طب. انتهى توقيت سيدتي سادتي باش نبداو بعائلة بلقاسم. حسب رايك أمينة شنية كانت تحكي؟ تفضل. حسب رايك تحكي خذيت المترو من محمد الخامس. اوكي. طلعت المترو معبي شوية وشادة في الواحد وزلقت يديها والراجل جبدها من تلك سيتو مع وراجل طرها يمكن انطرها هكا. راجل جبدها من يديها ممكن انطرها. سي معز يقول عائلة سي الجيزاني.
خذت طلعت في المترو وصلت لمحمد الخامس، مترو معبي برشا. راجل تعدى مسها كايا شوية، أخي هي جبدته بالقوية كايا ودزته. يا أخي هي جبدته بالقوي ودزته. أحكي لهم شنية كنت تحكي بالضبط، القصة اللي حكيتها لنا هي قصة واقعية. أوكي، خديت مترو من أريانا مشيت لي محمد خامس، وبعت مترو معبي. أما أنا كنت أسيس، أما جوست دخلت مرأة كبيرة شوية، دونك خليت بلاستي لمرأة كبيرة. أما جوست أنا قصيرة وكنت في وسط المترو، ما لقيتش وين نجم نشد، دونك بعت المرأة قال لي إيه إجا بنتي، وعملت حكة اللي إجا أقرب مني وحكيك شد من المترو. دونك المرأة هي الكبيرة اللي خلت لها البلاصة، هي اللي جبتها قلت لها إجا أقعد من هنا. لا الرواية متاعكم أنتم صحيحة ولا الرواية متاعكم أنتم صحيحة، فهمني ولا زيرو زيرو، لكن تصفوا عليهم تصفيق قوية برشا. النتيجة سيدتي سادتي كما قلنا في بداية المشوار، النتيجة ما زالت متعادلة 0-0. أمينة في الكواليس قالت لي نحب نوجه رسالة للعالم الكل باللغة الفنلندية باش العالم الكل يجي يزور تونس. دونك هذه الكاميرا قدامك، تفضل. هاي كايكل تولكا اهل تماستي تونسيان تعلم بالن هيستوريا ايفاني هانيا ايهميسيا رانتا اورينكا هيفا ايلما موتنكي باليون لونتوا سهارا تولكا اهل تماستي كامان تونسياسا. ما تولين كران ja yritin lähteä pois, mutta en pystynyt. Tulkaa käymään. Merci Amina, hän tasvina kuja varsa ala Amina. Merci beaucoup. Merci beaucoup. ميرسي بوكو. كما قلت النتيجه مازالت تتعادل 0-0، مازالت الجولات باش تمشيو الفقره اخرى اسمها فرده ولقات اختها. فرده ولقات اختها باش تجيب حدايا سي معز وسي محمد. اللعبة سهلة برشا باش نفسرها لكم. سي معز انت باش تنطلق للمجموعة من هنا، هذا هو الجمهور والفيراج نتاعك، وانت سي محمد هذا هو الجمهور والفيراج نتاعك. عندكم دقيقة من زمان، كل واحد مطالب باش يجيب أكثر فرادي سبابت، ولكن لحظة لحظة مش فرد وقت، فا اي فيان. لو كان تجيب زوز فرادي فرد وقت ملغى من المسابقة، تمشي تجيب وترجع، تمشي تجيب وترجع، تمشي تجيب وترجع، تمشي تجيب وترجع. بربي سيسونا في الفرادي، شوفونا فرادي فرادي فرادي. اوكي حاضرين الجمهور حاضرين. توب كرونو. خلي غادي معاذ، خلي غادي معاذ. هاي سيدي نبداو نحسبوا واحد. هذايا بربي خليوه في الاخر، هذايا خليوه في الاخر باش نحكي عليه وحده هذه الساعه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16.
قداش؟ 19 باهي، اقعدوا بحذاه، اقعدوا بحذاه. كل واحد مد فردة صبات ما عدا الصبات هذا. مولا الصبات هذا ما يجينيش. ها هو، أعزائي المشاهدين، كان شفتوه الصبات هذا ينهار. اللي مد صبات يتفضل يهزه بالواحد بالواحد. امشي. اجري 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 يا كمالة، اجري 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 يا كمالة. مولا مولا الفستر. اللي عنده الفستر هذه يجيني. شكون مولا الفستر؟ ستوب. مولا الفستر نتنقلوا له نحن. لا لا خلنا نحكي شوي. جائزة الحذاء الذهبي يتسلمها الحذاء هذايا حاجة واو. هنينا عليه بربي. فهمتني ولا ايه؟ هنينا عليه. البس خويا تصفق عليه تصفيق قوية برشا. أعزائي المشاهدين، النتيجة يبدو أنها تغيرت كما قلنا 19 فردة مقابل 16، دونك النتيجة تغيرت. باش تطلع لنا النتيجة تويكا على الشاشة. النتيجة أصبحت 5-0. بعد شوية باش نمشيو الفقرة اسمها ارفعوا الألواح، أسئلة ثقافية. معناتها تويكا النتيجة راهي مازالت 5-0. تنجموا ترجعوا، ثم عائلة من العائلات معناتها وصلوا خاسرين 20-10 في الآخر بكل هما اللي ربحوا. دونك حتى شيء ما فات. باش نمشيو للفقرة اللي اسمها ارفعوا الألواح. دونك 5 أسئلة ثقافية، أسئلة فيها يعني تفكير، فيها شوية يعني انتباه. 5 أسئلة الإجابة باش تكون عن طريق الألواح. السؤال الأول يقول: شنو الحاجة اللي تجيب لنا الماكلة وكي نحبوا نستعملوها نطيشوها؟ انتهى التوقيت، ارفعوا الألواح. شكرا الساشي. لومبلاج الساشي. اي كومبري ساشي. الحاجة اللي تجيب لنا الماكلة كي نحبوا نستعملوها باش تجيب لنا الماكلة نطيشوها هي الشبكة متاع الصيد. ترماها باش تجيب لك الماكلة اللي باش ناكلوها. تركزوا أكثر شوي. السؤال الثاني: شنو السؤال اللي نسألوه كل يوم وكل مرة جواب ما يشبهش للي قبله؟ شنو السؤال اللي نسألوه كل يوم وكل مرة جواب ما يشبهش للي قبله؟ 10 ثواني للتفكير. أنت التوقيت، ارفعوا الألواح. قداش الوقت؟ شنو الفطور؟ إجابة شنو الفطور ياسر عجبتني. أبارامون جعت شوية. باهي. إجابة شنو الفطور ينجم مثلا نسأل أمي، خاصة مثلا في دارنا كي نقول لها شنو الفطور اليوم تقول لي جلبانة. غدوة جلبانة، خاصة الملوخية تنجم تدوم 6 شهور في دارنا الملوخية. مش نورمال أمي مع الملوخية. الإجابة غلط. يبقى إجابتكم أنتم صحيحة وإلا لا؟ فعلا إجابتكم صحيحة. لأنه التاريخ عمره ما يتعاود، التاريخ مستحيل يتعاود. تنجموا تعدلوا النتيجة، ما فاتكم حتى شيء. السؤال الموالي يقول: ما هو اسم صوت الخروف؟ مأمأة، معمعة أو بعبعة؟ ما هو اسم صوت الخروف؟ 10 ثواني للتفكير. مأمأة، معمعة، بعبعة. انتهى التوقيت، ارفعوا الألواح. مأمأة، 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 اكتبها كما مكتوبة في الأهل. عاود اكتبها صلاح.
مأمأة وانتم زادوا تقولوا مأمأة، شكون اللي جاوب لهنا مأمأة؟ أنا. شكون اللي اقترح مأمأة؟ هو أنا اقترحت. أنت متأكد اللي هي مأمأة؟ إن شاء الله. لا إن شاء الله هذيك ديما في التحصيل الحاصل. تعرف هالمعلومة؟ نعرف. اللي هي مأمأة. اللي هي مأمأة. وأنت متأكد اللي هي مأمأة؟ أحمد كان متأكد. أحمد متأكد اللي هي مأمأة؟ يتكلم يا أحمد. إي. وش بيك؟ إلى بيس بس ما نش صوتك أحمد راه. متأكد اللي هي مأمأة؟ إي. كيفاش متأكد؟ كيفاش عرفت؟ خاطر قريت. دونك سيدتي سادتي الإجابة صحيحة. سيدتي سادتي السؤال الرابع راهو سؤال حاسم، والسؤال الخامس زاد سؤال حاسم. السؤال الرابع يقول شنو هي الحاجة اللي تبدا ملكنا أما غيرنا يستعملوها أكثر منا؟ 10 ثواني للتفكير. انت هالتوقيت ارفعوا الالواح مدام، ارفعوا الالواح، ارفعوا الالواح، الكلام والاسم. ثم اجابه صحيحه. اسم 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 بيان سور هي الاسم. اجابتكم صحيحه. السؤال الخامس والاخير يقول شنو هي الحاجه اللي موجوده في وسط باريس؟ انت هالتوقيت ارفعوا الالواح، ارفعوا الالواح. نهر السن حرف الراء فعلا في وسط باريس بالضبط تلقى ب. حرف الراء موجوده بالضبط في وسط باريس. دونك النتيجه تغيرت. النتيجة سيدتي سادتي تويكا باش نظهر لكم على الشاشة، النتيجة أصبحت 10 نقاط مقابل 0. تويكا باش نمشيو لفقرة أخرى، فقرة جديدة اسمها كونترا تاك. الفقرة هذه باش نفسرها لكم بعد شوية، اقعدوا معنا. هذه كونترا تاك، هذه الفقرة الأخرانية في المرحلة الأولانية. الفقرة دي باش نفسرها لكم، باش نعطيكم أمثلة شعبية وانتم بالميم من غير الكلام باش تحاول توصل لعائلتك المثل الشعبي هذا. واضح؟ واضح. واضح سي معز؟ سي محمد واضح؟ اوكي. دونك تجيب هذه سي معز، تفضل وحده تتلفت للعائلة السعيدة. بيان، باش نوريك المثل الأولاني. طيب اوكي، لا من غير ما تمتم. اجى لهنا، اجى بحذايا لهنا، اجى بحذايا لهنا. احنا ما عندناش. اوكي، حتى للناس في ديارهم. اتونسيون. طب. من غير كلام، من غير كلام. من غير كلام، فمك سكسي. الكسكسي من غير كلام. الفيح. البخور. 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 الكانون. مثل. البخور. من غير كلام. ليلي. مثل شعبي. البخوري نحي السحر. مثل شعبي من غير كلام. البخور من غير كلام. ما تكلمش، ما تكلمش مريم. البخور. انت الراجل. انتهى التوقيت سيدتي، انتهى التوقيت، انتهى التوقيت. المثل يقول اللي مش مستانس بالبخور تحرق خويا. مثل سهل ياسر. انا راني ما نحفظش امثال. المثل يقول اللي مش مستانس بالبخور تتحرق حوايجه. مثل سهل. تفضل سي سي معز، تفضل. تحيه كبيره ثاني. من غير ما تحرك شفافك بالكل، تحرك شفافك تنسحب. 3 2 1 توب. من غير كلام. صحيت. أسرع أسرع أسرع. السماء والأرض. حاولوا حاولوا شوية، حاولوا شوية، حاولوا حاولوا. تكلم. قلبك. أنت قلبك أكبر من. أنت التوقيت. لحظة لحظة لحظة.
شنو المثل اللي قلته مدام؟ انت قلبك اكبر من دخله. انت قلبك اكبر من درجني. هذا مثل، المثل هو عرفتوش انتم شنو؟ عزوزة هذا الولد برافو غلط. المثل يقول اللي حب الليلو يسهر الليل بكله. قلت لك عملت لك كيفاش وريهم الليل الليل اي اي فسرنا فسرنا بربي فسرنا كحلة الليل كله كله راي كله يا معز مش تحب واحد اخر يحاول من العائله؟ ايش مدام ايش مدام ايش مدام حتى انا ما نعرفش الامثله. لا بالليل من غير كلام. اي اوكي اوكي من غير كلام تتحرك شفايفك تنسحب 3 2 1 توب. دي كرشة كبيرة دي كريسل. حاولوا 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 حبلة من غير كلام. اللي مشبعش بالقصعة من اللي بس مش يا 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 ايش يا مدام؟ اتونسيون من غير لحظة مدام لحظة نجيك كحكم توب مدام هرب له جاي عم في على كبر بو هرب له بالفعل الإجابة صحيحة دونك انت جاوبت صحيح تويك باش تجيب حذاي انت شنو هذيك المثل؟ ما غير كلام هو 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 المثل هو هذاك هو هاي سكيت ما يجيني من بنت 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 واخر شويه لتاني واخر اتونسيون توب ابدا حاولوا حاولوا اعمل كيما بجارك ولا حاول ببدارك قريت ولا هاو باه خلينا نجي من هنا من غير كلام 3 2 1 توب حاول من غير كلام مش مثلا يمشي حاول تعملوا تغيير تحبوا تعملوا تغيير ابعد لا 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 اي اقعد لهنا اقعد لهنا اقعد انت عندك الاجابه اقعد لهنا اقعد اقعد دليل ناموسه صغيره سنس اللي تسفوا النمله في عام يسفوا جمل في سفه ولا شو اللي تسفوا جمل في اللي تسفوا النمله في عام يسفوا جمل في سفه ولا الاجابه صحيحه صفه اللي تسفوا خويا برشا بس نقطه فهمتك عملت هي برشا صحيح برافو دونك نقطه لكم انتم شكون ايش جولت ايش ايش انا بدي يا صاحبي اي فهمت فهمت سمعنا سامية وبربي سمع اسمعني هاي يا بابا انت كي كنت صغير تحكي تحجم بابا يحكي انت كي كنت بابا كي كنت صغير حاول حاول يحكي ياسر استنى الواحد يطلع الخو ترى شنو كل البو يطلع البو حاول حاول عشان تحاول البو كنت صغير تعالوا تغيير تعالوا تغيير ابعد اجي لهنا اجي لهنا اجي لهنا اجي شبيك انت يا شيخ غادي اقعد غادي اسكت اقعد ما تكلم دور غادي تلفت التالي
كلام خارج من القلب. تكلمش مدام. اللي قلبه كلام. اللي في صدره. اللي في صدره. أنت توقيت للأسف المثل اللي يقول كان تحب تعلم ولدك الكلام حطه في عند حاجة. تحكي معهم أنت تحكي معهم. إيش بيهم؟ هاي إجا بعدها بنتي. شو اسمك أنت؟ ياسمين. ياسمين صحيح أنا ياسمين. أوكي. تعرف تقرأ من غير ما تغزر؟ أهوا من غير ما تقرأ في قلبك؟ ما نجمش. ما تنجمش، أوكي. ليه اقعد بحذايا بري غوتي غادي بري. هاي شكون المعوض؟ اجي انت اجي انت مسيو. انت ساهل في ضرب من غير كلام من غير كلام من غير كلام. العزوزة هزها الواد وتقول صافا. العزوزة هزها الواد وهي تقول العام صافا سيدتي سادتي. النتيجة في الكونتر اتاك تغيرت بيان سور باش تطلع لنا تويكا النتيجة على الشاشة. ثلاثة إجابات صحيحة لعائلة الجيزاني، زوز إجابات صحيحة لعائلة بالقاسم. هذاك علاش أنتم تحصلتوا على خمسة نقاط وأنتم ما تحصلتوش على خمسة نقاط. النتيجة تغيرت أعزائي المشاهدين، النتيجة أمامكم على الشاشة 15 مقابل 0. بعد شوية أعزائي المشاهدين باش نمشيو للمرحلة الثانية، لكن قبل هذايا نحب نودكم بحاجة بنينة ياسر. رمضان كما قلت على الأبواب، باش تشوفوا تويكا البرومو نتاع المسلسل الضخم، المسلسل اللي باش تشوفوه على كارتاج بلوس اللي اسمه مشاعر. أعزائي المشاهدين فرف فرف.